قبل أن ندخل في محي الدين ابن عربي. بينكم وبين الله الآن نحن نذهب إلى فهم هيجل، وكتبنا عنه دراسات ورسائل جامعية من ماجستير ودكتوراه، أو لم نقرأ؟ لم نفعل. فعلنا أو لم نفعل؟ فعلنا، موجودة. قرأنا عن ماركس أو لم نكتب عنه مئات الكتب؟ قرأنا. ها؟ قرأنا. قرأنا عن براندت رسل أو لم نقرأ؟ قرأنا عن كانت أو لم نقرأ؟ هذا من منهم مسلم هذول؟ لا يوجد. إذن قراءة شخصية ما متوقفة على أن يكون شيعي مولانا ولا أن يكون مسلم، متوقف؟ إذن لماذا عندما تصل القضية إلى محي الدين، عندما نريد أن نقرأ أفكاره، لابد أن يكون ماذا؟ شيعي. اقرأه، انقده، حقق في أفكاره، ما ينفعك خذ منه، وما لا ينفعك أضرب بعرض الجدار. ما قلنا أن كل ما يقوله محي الدين فهو حق لا ريب فيه، لا بد أن يتبع. شنو محي الدين؟ إمام معصوم؟ لا أبدا، مجتهد من المجتهدين. ولكن خصوصية محي الدين أنه دي يقدم قراءة غير قراءة الفلاسفة، غير قراءة المتكلمين، غير قراءة الأخباريين والمحدثين. هذه القراءة لا بد أن ندرسها. ما هي هذه القراءة؟ يمكن أن تقبل أو ماذا؟ هذا مضاف، هذا أول. وثانيا، أنه أنا ما بدأ أتكلم عن عقيدته وأنه شيعي أو ليس بشيعي، أنا دا أتكلم عن رؤيته الكونية. وهذه الرؤية الكونية كما دا يقدمها إنسان شيعي، دا يقدمها إنسان سني أيضا. سيفترض أن محي الدين ما هو سني، سلمنا. يعني دا يقدم، يعني ثبت لنا بالضرورة واليقين مثلا الكندي مثلا شيعي مثلا، ثابت لنا. ولكن تروح تقرأ أنت فكرة، لو ما تقرأ فكرة، ثبت لنا بالقطع واليقين أن ابن سينا شيعي مثلا، هو مختلف فيه إلى يومنا هذا، أنه كان شيعي، كان إسماعيلي، كان صح لو مو صح، ولكن نقرأه في تراثنا ابن سينا. لو ما نقرأ ابن سينا، ابن رشد كان شيعي مثلا، ولكن تقرأه أو لا تقرأ. إذن ليس كونه ليس بشيعيا مانعا عن دراسة ماذا؟ عن دراسة الشخص. أنا أريد أقول ما هو المانع. مرة أنا أريد أقول يجب اتباع محي الدين في كل ما يقوله. واحد يجاوبني يقول لي سيدنا هذا ما ثبت أنه شيعي. أقول والله حتى لو ثبت شيعي همة لا يجب اتباعه. أنا دا أناقش الشيخ الطوسي والمفيد. هو من قال لك إذا كان شيعيا إذن يجب اتباعه في كل عقائده؟ شنو احنا مو دا نناقش أفكار الشيخ المفيد، مو دا نناقش أفكار الشيخ الصدوق. أليس الشيخ الصدوق قائل بأنه أول نفي السهو أول درجات الغلو؟ شنو إحنا نقبل منه ولا نرد عليه؟ إذن كونه شيعيا ليس دليل على قبول كل آرائه. هسه افترض أن يثبت محي الدين أنه شيعي، ها؟ يعني قبول كل أفكاره يعني؟ وافترض أنه سني، يعني رد كل أفكاره؟ لا. إذن لا كونه شيعيا معناه قبول كل أفكاره، ولا كونه مو فقط شيعي، ولا كونه ملحدا معناه رد ماذا؟ كل أفكار. بدليل أنك جنابك تقرأ عن كارل ماركس، وتقرأ عن هيجل، وتقرأ عن سارتر، وتقرأ عن كانت، وتقرأ عن صحيح لو ما صحيح. إذن يا أخي أنا أريد أقول بأن أولئك الذين يتعاملون مع هذه القضية يتعاملون من منظار ضيق جدا. أنا ماذا أتعامل معه حتى أقلده في الفقه؟ لو لا أقلده حتى يقول من شرائطه أن يكون شيعيا إثنى عشريا. أنا معتقد أنه لا بد أن يدرس محي الدين ابن عربي كنظرية لتفسير الوجود، ويعرف الصحيح منها من الخطأ، ولكنه ضمن أسسها المنهجية، مو أنه يروح يأخذ كتاب الفتوحات ويطالعه. هذا ما لا يمكن، هذا ما لا يمكن. دراسة كتاب الفصوص لابن عربي، هذا الكتاب يدرس في الحوزات العلمية بعد ما ينتهي الطالب من درسه المنطقي بشكل عميق، ومن درسه الفلسفي بشكل عميق، ويصل إلى الدرس العرفاني. وعندما يصل إلى الدرس العرفاني في المرحلة الثانية أو الثالثة من الدرس العرفاني، خلي أعطيك صورة حتى تعرف هذا معنى كلامي. شنو الدرس الفلسفي في حوزاتنا العلمية أخ إيهاب؟ لكي يكون الإنسان محققا فيه، عالما فيه، متخصصا، مو فيلسوفا،
متخصصا فيه لا أقل يحتاج إلى 15 سنة متتالية. يعني بعبارة أخرى معادل 3-2 أو 3 PhD عندكم. أحسنتم. لابد أن يقرأها، لأنه لابد أن يقرأ المنظومة، لابد أن يقرأ الأسفار، لابد أن يقرأ شيخ الإشراق السهروردي، لابد أن يقرأ ابن سينا، هذه مكور المدارس الفلسفية عن المشائية والإشراقية والحكمة المتعالية، هذه لابد أن يقرأها، هذا أولا. وإذا انتهى من دراسته هذا النية ينتقل إلى الدرس العرفاني. في الدرس العرفاني يعد كتاب فصوص الحكم مرحلة الدكتوراه من الدرس العرفاني، يعني أنت تأخذ الماجستير أو تأخذ البكالوريوس ثم تأخذ الماجستير ثم تقرأ ماذا؟ الدكتوراه. أول أكو مرحلتين من الكتب العرفانية لابد أن تقرأها حتى تصل إلى كتاب ماذا؟ إلى فصوص الحكم لمحيي الدين. التفتوا لي، وهذا الكتاب هل أبين لك حتى تعرف عمق هذه المعارف الموجودة في هذا الكتاب. وعندما أقول عمق مو أريد أقول يعني صحيحة، ها لا يتبادر، أنا دا أقول أنه لكي تفهم النظرية، مثل ما الآن أنتم عندكم بين وبين الله في الجامعات لكي يصل إلى مرحلة الأستاذ أو بروفيسور كم سنة لابد أن يمر عليه؟ سنين طويلة. هذا مو لأنه مولانا، هذا المقام لا يعطى لكل أحد. كتاب فصوص الحكم مركب من أو مؤلف من 27 فصا. هذا الكتاب بشكل رسمي في الحوزات العلمية في كل عصر في كل جيل لا يستطيع تدريسه أكثر من 2 أو 3. أنت الآن بحث الخارج الفقه عندك 500 درس في الحوزة، أما فصوص أنا اللي الآن صار لي 30 عام في حوزة قم لم أعرف أحدا غير شيخ حسن جوادي، شيخ حسن آملي وجوادي آملي، اللي هؤلاء الحسن زاد آملي مدرس الكتاب ب 475 درس، 475 ساعة. أنا ما أدري كم كورس يصير عندكم، التفتوا جاي 475 ساعة، وشيخ جوادي مدرسة 518 ساعة، وأنا كل الكورسين ماخذين، يعني أنا 1000 درس سامع في الفصوص، يعني 1000 ساعة. التفتوا لي. ثم أنا الوحيد الذي درسته في العالم العربي، لا يوجد غيري درس الفصوص إلا، ويكون في علمك هم درسوا 27 فص ب 518 ساعة، أنا درست منه 3 فصوص ب 420 ساعة. الآن موجودة سيدياتي كاملة. فمن يريد أن يحقق، أنا بيني وبين الله أنصحه أنه أولا يذهب إلى درسي الفلسفي يطالعه، يعني البداية النهاية الأسفار، فإذا أتقن فليتصل بي أقدم له سيديات ماذا؟ سيديات الدرس العرفاني. الدرس الأول تمهيد القواعد لابن تركة 165 درس، والدرس الثاني هو شرح فصوص الحكم للقيصري 420 درس أقدمهم، فليكتب عنها دراسات كما يشاء عن هذه النظرية. موجودة سيدياتي؟ كلها موجودة، لكن لا أوزعها لأنه أخاف أن تقع بأيدي غير أمينة. يعني إلى الآن تمهيد القواعد صادرة همتينا في مو شو اسمه صادرة في MP3، يعني حتى تكون واضحة جدا، 5 سيديات كل سيدي فيها حدود 35 درس، موجودة عندي تحت لا أعطيها لأحد إلا من أثق بأنه هذا أنهى المقدمات المنطقية والفلسفية، يعني قادر أنه لا سمح الله أن لا يضل هذا الكتاب. إذن أعزائي ماذا رأيكم في محي الدين؟ عالم من علماء المسلمين مولانا، قد نتفق معه وقد ما، شيعي أو سني؟ أقول الآن أنا ما أريد أقلد حتى أن أبحث عن تشيعه وتسننه، أقول لا يهمني شيء هذا. خذ الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها، خذ الحكمة من أفواه المجانين. أما أنه كونه شيعي أو سني أقول هذا لا علاقة له بالبحث، حتى لو كان شيعيا أنا لا أقول بوجوب تقليدي، حتى لو كان سنيا
ولا يوجد دليل على أنه كل ما قالوا إلا أنتم ماذا ترجعون إلى كتب السنة أو أحسنتم افترضوا ناصبي جيد سلمنا معكم أليس بأنه إذا كان ناصبي لابد أن نقرأ فكره لنرده هذه مو وظيفتنا زي الأقوال المنسوبة إلى أقول هذاك بحث آخر أنت هذاك الآن لا ندخل في التفاصيل الآن أرجع الرؤية الكلية الكلية أحسنتم التفاصيل هذه من ندرسه نشوف هذه الأقوال المنسوبة إليه صحيحة أو غير صحيحة أن الكتب المسندة إليه والمنسوبة إليه صحيحة عثمان يحيى كتب مجلدين عن تراث محي الدين في 800 كتاب منسوب إلى محي الدين وهو يعتقد أن جملة من هذه الكتب هذه ليست لمحي الدين وإنما لأنه ذا عصيط محي الدين فاللي كان يريد أن ينتشر فكرة يكتب الكتاب ويكتبه باسم من؟ باسم محي الدين إذن مو بالضرورة أنه كل ما كتاب كتب عليه اسم محي الدين إذن هو ماذا؟ بالضرورة لمن؟ لمحي الدين ولذا أقول هذه القضايا التفصيلية في المرحلة اللاحقة أولا في المقدمة خلنا نتفق إحنا لا علاقة لنا بكونه سني أو شيعي بكونه مسلم أو غير مسلم بكونه ملحد أو غير ملحد ألم تكتبوا مئات الدراسات عن الماركسية ألم تكتبوا مئات الدراسات أو كتب كتبتموها عن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب هذول مو من النواصب لماذا كتبتم قلتم قرأنا فكره لنرى ماذا يقول حتى ماذا حتى نرده واقرأوا محي الدين لتفهموا ماذا يقول حتى ماذا حتى تبطلوا ما يقول أما كافر ملحد القضايا العلمية لا تحل بالفتاوى إيهاب